الصراع السياسي الداخلي في إسرائيل. مع تزايد حدة الأزمات في الداخل الإسرائيلي بسبب عدوانها على قطاع غزة، تتسع قوة الخلاف بين القادة السياسيين والعسكريين. فالحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو تسعى للبقاء في المشهد لأطول فترة ممكنة من خلال إطالة أمد العدوان على غزة، وهو الأمر الذي يقابله المستوى العسكري برفض شديد. ويتخوف المسؤولون العسكريون من عدم اهتمام الحكومة اليمينية المتطرفة بالحسابات والمصالح الاستراتيجية والسلبيات المترتبة على طول أمد الحرب، أن يتسبب عدم وضع سقف زمني للعملية العسكرية على غزة في استنزاف إسرائيل، خاصة وأنه اعتمد تاريخيا على أساليب الحرب الخاطفة، وهو ما لم يحدث في قطاع غزة الذي يشهد مواجهة طويلة الأمد. خطط اليوم التالي للحرب هي الأخرى كانت سبباً في زيادة حدة الخلافات في إسرائيل، خاصة مع رغبة الحكومة في احتلال القطاع عسكرياً، رغم مخاوف قادة الجيش من تداعيات ذلك سواء سياسياً أو عسكرياً. لن أوافق على إقامة حكومة عسكرية في قطاع غزة، لأن إسرائيل ستدفع ثمن ذلك بالدماء والأموال. تلك المخاوف دفعت وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ليؤكد في أكثر من مناسبة أن غياب بديل للحكم في غزة سيضع إسرائيل أمام خيارين، هما عودة حكم حماس أو الحكم العسكري الإسرائيلي، مشدداً على رفضه الخيار الثاني. أرفض سيطرة السلطة على قطاع غزة لأنها نواة لإقامة دولة فلسطينية ستتحول لا محالة لدولة حمساوية. من جانبه أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه الشديد لأي مهام للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مؤكداً أن تلك الخطوة ستؤدي في النهاية لإقامة دولة فلسطينية تقودها حماس. ورغم اتفاق جالانت ونتنياهو على ضرورة استمرار الضغط العسكري على حماس، تحيط بحكومة الحرب الإسرائيلية مخاطر كبيرة قد تؤدي لانهيارها. كما أن انسحاب ممثلي المعارضة من حكومة الحرب قد يشكل جبهة معارضة قوية قادرة على حشد وتعبئة الشارع الغاضب من الفشل العسكري ضد نتنياهو وحكومته. ومع تزايد الغضب الجماهيري في إسرائيل، يميل العديد من المسؤولين العسكريين إلى تقديم استقالاتهم، خاصة مع تعمد نتنياهو إفشال مفاوضات إعادة المحتجزين. وينعكس التوجه الداخلي الغاضب في إسرائيل على نتائج استطلاعات الرأي، والتي تظهر تقدم المعارضة بقيادة بيني غانتس على حزب الليكود بقيادة نتنياهو. خطورة الوضع السياسي في إسرائيل تنذر بمآلات ربما لم تكن في الحسبان حينما أطلقت إسرائيل آلتها العسكرية ضد المدنيين في قطاع غزة، لكنها ستؤثر حتماً على مصير عدد كبير من الإسرائيليين والإطار العام لدولتهم.